اوكي بالكرتون. لا السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع رياكشن، اول رياكشن في القناه غير رياكشن على المقاطع القديمه هذه. رياكشن اليوم راح يكون عن مكان مخفي في المويه. طبعا رياكشن راح يكون عن لعبه فورتنايت. طبعا اذا تبون نكثر من الرياكشنات او ننزل عن رياكشنات لو بشكل خفيف، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ولا تنسون دعمكم لايك اشتراك كود شوب بيسل. خلونا نبدا في المقطع. طيب هذا هو المقطع اللي راح نشوفه اليوم. اذا تبون نكمل على هذه السلسله، سلسله ان نشوف مقاطع غريبه او لقطات غريبه، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. والمقطع هذا يقول لك في مكان سري في البحر، في وسط البحر، وراح نشوف كيف وين المكان السري هذا وش قاعد يطلعنا. هل يطلعنا اسلحه نادره؟ هل قاعد تسوي شيء مختلف يخليك تفوز في الجيم او لا؟ بسم الله. شوف اشوف ليتس جو. اوه ماي جاد، كيف درانا في البوش؟ ما ادري. طيب ايش قاعد تسوي؟ اوكي انا ما في شيء. اي لا 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 لا، سوى ادت وقلب عليه. شوف هيله 13، يا ساتر. اوكي نشوف. اوه قاعد يقول له في مكان هنا. هو ماخذ الخريطه اللي او ماخذ الشيء اللي يفتح لك البوابه. طيب ما لقى اي شيء، بس ان الخريطه بس قالت اوكي في مكان سري في البحر او في مكان خزنه في البحر، بس انه ما سوى شيء. يا ساتر حركه رهيبه. طيب اوه طيح حبر، ما يمدي يرقى الحين. اوكي لا والله رقى، طير مره ثانيه. لا 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 يستهبل والله، نشبه في الزون، بيموت من الزون خلاص. مات. اوكي فاز في الجيم. لا والله الحين فاز في الجيم، على بالي انه يا موقف خلاص فاز. طيب خلينا نشوف. يقول ايه ذبحني. وات. اوكي لا قاعد يذبح ديد بول خويه، يعني نفس سكن زي كذا. اوكي بالكرتون. لا وين بيوصل هذا؟ حتى لو طاح ما راح يدمج. سكنه كرتون داخل الكرتون. شوف كيف، شوف ايش سوى. جلتش هذا ولا وش؟ يبغانا نجرب والله، يبغانا نجرب. اوكي شكل اغلبها بتكون هذه حقت الجنب. طيب تبليد كسر المبنى كامل. اوكي سلاح ديد بول. الو داخل جوا البنايه قاعد يطلق عليه ذا البوت. البوتات والله قويين، والله قويين، لا احد يستهين فيهم صدق. يعني بوتات اقصد اللي يكونون في الايجنسي وذي الاشياء. الطلقه نزلت تحت، بس شلون مات؟ شلون مات؟ والله شيء غريب. لا الو لا الجناح طير على اليسار. يا ساتر والله يا ساتر. طيب خلينا نشوف شو بسوي الحين. الطياره جت قدام وطلق على الطياره ودمج نفسه وموت نفسه، جابت العيد فيه. اوكي هذا مسوي حركه انه يحشرهم جوا الخزنه، وهذا حاشر اصلا او زابه منه. اوكي بفعل سفرات. يا ساتر شوف اللوت. يا ساتر يا رب يا ساتر. اوكي اهلا بالعيد، اهلا بالعيد. هو يبغى بحركه الار بي دي يرجع لفوق، بس جاب العيد. اوكي هذا لا لا يا عيال، لا 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 والله العظيم لقطة رهيبة رهيبة. اوكي okay.
ما اللقطة غريبة يعني اسحب خوية بس اوكي اوه بدو ثلاثين يا ساتر شاله شاله خلاص شال الأول اثنين ثلاثة أربعة تيم كامل كله بديث ماشين مرة قوي الديث ماشين هذا والديث ماشين اللي معه مو بالميثك هذاك ما في ردة فعل عنده كنا أنا في لقطات ما والله في لقطات أصارخ بس يعني في لقطة رهيبة والله أوكي لقطة اللي بعدها طيارة ها في صوت شيس طيب طيب عليك شو المشكلة يعني والله حلوة حلوة قاعد ألاحظ أن طلقة سنايبر عنده ما تلف يمين يسار مع أن الهيفي يعتبر أنه يلفلف دائم أوكي هذا مو مخليه يسوي شيء أوكي يا النشبة ألو نقلها مكان ثاني شلون وشلون كان ناوي يفنش راح يطير خويه بهذه الحركه والله رهيبه والله يبغى انا اسويها دايم عشان ما يتفنش خوينا اوكي الجمب بعد اوكي كل اخطاء جمب ايش السالفه لا اوكي اختبت اللام اللي تعبان عشانها اوكي نشوف ايش يسوي هذا لا لا يا اخي مو بصحين لو جابه دم عيال دم والله العظيم رهيب هذه هي ميزتها حركة الدباب هذه حقت ديد بول طيب اوكي يا اللقطة والله العظيم يالا يعني بيطير فيها عشان يروح لهم اوكي وات كيف شاف اصلا والله رهيب يا اخي في لقطات رهيبه جد جد اوكي نشوف رماها جنبه يا ساتر الحظ ما طاحت جنبه بالضبط اوكي البلوم خايس هذه لقطة ما تنعرض الله يعطيك العافية اوه والله بغى يذبحه بعد بس حلوة الحركة انه يدف بالهذا ومعطف اصلا ما تقول بالسليسر الحين كبير كمان اوه اوكي طم حظ ذاك حظ مخيس اوكي نشوف اوكي الله انه ضيع بس اوكي يوم طاح راح طرق على إجابة حتى طلقتين يعني مو بطلقة واحدة طيب وش المغزى الحين أوكي يعني عملية إنقاذ يعني أوكي طيب حكوا إيش المشكلة لقطة عادية والله مرة عادية طيب إيم ألو إيم والله إيم مضروب ذا أوه اللقطة كنا في عيني. وات؟
Wait, come to me? What are you doing? Cold, what are you doing? What? وش الحركة؟ كنا نسوق السفينة، اوكي؟ طيب، مساءكم مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع يعجبكم، يا ريت ما تنسون زر اللايك، كيف عجبكم مقطع تبون مقاطع اكثر اللي هو رياكشنز. في البداية انا كنت يعني ودي وما ودي بس حاليا قلت لازم اني انزل عشان اشوف هل يبون رياكشنز او لا. ان شاء الله عجبكم مقطع، لا تنسون تشتركون في القناة اذا كنتم مشتركين، اشوفكم على خير.